التعريف والتنكير، المعرفة والنكرة. التنكير له أهداف بلاغية، والتعريف له أيضا أهداف بلاغية. من أغراض اختيار النكرة أنك تريد أن تقلل العدد، إنه والله تقول هذا العدد مذكور في النص، واحد واحد، اثنين اثنين. وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل نكرة، نكرة. لو قال وجاء الرجل بصير معرف، بصير الرجل المعهود. قالت إحداكن لأختها صليت في المسجد، يعني المسجد المعهود لكنا في هذه المدينة. طيب لو كنا في مكة وقلت صليت في المسجد، قطعا المسجد المعهود في مكة هو المسجد الحرام في القدس الأقصى في المدينة النبوي وهكذا. لكن لو قلت صليت في مسجد، هذا نكرة، تريد من عبارتك أو تريدي من عبارتك أن تقولي أنك لم تصلي في البيت وإنما صليت جماعة في مسجد، لكن ما كان في اهتمام أن نعلم الناس أي مسجد قصدنا. هذا ما أريد أن نفهمه وأن تفهمنه من موضوع النكرة والمعرفة. وجاء رجل من أقصى المدينة، لا شك المقصود أنه رجل واحد. طيب مثال آخر، ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة، ولا على حياة، جاءت نكرة على حياة، تنكيرها يفيد هنا أي نوع من الحياة، أي مرتبة من الحياة، سواء كانت كريمة غير كريمة يريدون أن يعيشوا. لذلك المسلم لا يعيش لأجل الحياة، وإنما يحيا لأجل أن ينشر الخير وله هدف في حياته. الحرص لا يكون طبعا إلا على المستقبل لما فيه من إن شاء الله نوع من تأدية الواجب لما فيه رضاء الله سبحانه وتعالى. والله خلق كل دابة من ماء، كل دابة من ماء. إيش الماء هذا؟ يعني كل نوع من أنواع الدواب من أنواع الماء، وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف. وهذا طبعا علم قائم بحد ذاته، علم النطف وعلم البيولوجي والتكاثر والانشطار والانقسام والجينات والكروموسومات والكروس أوفر والزايغوت والأمراض الوراثية والطفرة الجينية. هذا علم يعني كبير وعظيم. لذلك في دراسة اليوم، يمكن الدكتورة بتأيد أو تعمل confirmation لهذا الموضوع، أنه في علم الجينيتكس بيدرسوا الآن أنه هل يمكن لنا أنه نلعب بالجينات الXX والXY بحيث نحدد جنس المولود. فهذا علم، علم النطف. والله خلق كل دابة من ماء، ودابة معلوم أنها تشمل كل ما يدب، والإنسان يدب، فدابة في أصل الاصطلاح تشمل الإنسان، ثم تم صرفها على ما سوى الإنسان تكريما للإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله، هذه نكرة لكن نكرت للتعظيم. إذن قد يكون التنكير للتقليل وقد يكون التنكير للتعظيم. جاء رجل للتقليل، فأذنوا بحرب من الله، نكرها لتهويل الأمر. في البلاغة معظم التنكير يأتي من أجل التهويل والتعظيم والتضخيم وهكذا. طيب قولهم أئن لنا لأجرا، أئن لنا لأجرا. شوفوا قبل التنكير والتعريف هذه الجملة كم مؤكد فيها. هم أول شيء بيسألوا باستخدام الهمزة، طبعا الكلام بين سحرة فرعون وفرعون. أئن لنا لأجرا، هم لا يسألوا لأجل أن يقول لا أو نعم، وإلا لسألوا باستخدام إذا أردت أن أعرف الجواب نعم أو لا بماذا أسأل؟ بهل. لكن إذا كنت أعلم الجواب ولكن قصدي من السؤال تعجب، استنكار، استبعاد، استغراب، طلب، آتي بالهمزة. فهم يعرفون أنه أي فرعون بخيل، أنه بخيل، فأرادوا أن يستوثقوا. فلاحظوا كيف أكدوا الآية،
سألوا بالاستفهام. إن هاي المؤكدة لنا له لام التأكيد أجرا، فأجرا جاءت نكرة مؤكدة باللام، والفائدة هنا تعظيم الأجر، احنا حنشتغل لك شغل حينصرك على عدوك، فبدنا نستوثق إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالمين. قال نعم على طول، ما بيقدر يقول لا لأنه مضطر ومحتاج. وهكذا وإن يكذبوك فقد كذبت، وأحيانا تيجي فقد كذب، وإن يكذبوك، طبعا ليش يكذبوك مش يكذبونك؟ لأنه في جملة شرطية. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، طبعا نكرت رسل بالهدف البلاغي التعظيم والتكفير، وفي هذا مواساة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، لست منفردا بهذا عمن سبقك، فإن كذبوك فاعلم أن كل من سبقك من الرسل الكثير الرسل العظام قد كذبوا. من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، فرق من أي شيء خلقه، نكر الله شيئا هنا للتحقير. ولما نقول في اللغة التحقير مش معناها humiliate، وإنما هنا من حيث الحجم، قل هذا شيء حقير يعني صغير في الحجم، وتستخدم للإهانة ولكن ليس هنا المقصود الإهانة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. طيب ورضوان نكرة، ورضوان نكرة، جاءت منكرة لأن الرضا مهما كان قليلا فهو كثير إن كان من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني أكبر نعمة، أكبر فوز، أكبر إعداد إذا ما أخذه المؤمن فهو أفضل من كل ما في الجنة، وهو نيل رضا الله سبحانه وتعالى. طيب التعريف أيضا له أغراض بلاغية تختلف باختلاف المقصد والنوع. احنا ممكن نعرف بالتعريف، ممكن نعرف بالإضافة، ممكن نعرف بالعالمية، كل هذه درسناها ولها أهداف ولها أساليب. فاللي بده يفسر القرآن يفهم، بده يعرف يعني هذه القضايا. ناخذ مثال محمد رسول الله، دائما أسماء الأعلام معرفة، فأذكر الاسم لتعظيمه أو أذكره لإهانته بحسب المقام. تبت يدا أبي لهب، لا شك ذكر الاسم هنا إهانة من خلال المقصد. طيب هذا خلق الله، خلق نكرة أضيفت إلى الخالق الله سبحانه وتعالى فصارت معرفة، فهذا بسموه بيان حاله في القرب. خلق الله، ناقة الله، نار الله الموقدة، قل يا عبادي نسبهم إليه، فعرفوا بالإضافة أو بالنسبة. سبحان الله، بحر، اللغة بحر. أو التحقير، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. الحياة الدنيا حتى يعني عرفها ليصفها بالوصوف التي من شأنها أن تشعر الإنسان بأنها لا تستحق أن يضحى بالآخرة من أجلها. طيب نأخذ مثال خامس أو سادس، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب معروف القرآن، فعرفه للتعظيم. وأيضا هنا في هذه الآية اسم الإشارة للبعيد، اسم الإشارة للبعيد يفيد لأن الكلام في هذه الآية من سورة البقرة عن وجود الريب ناسب أن يأتي باسم الإشارة للبعيد ليقول أن هذا الكتاب بعيد كل البعد عن الريب. ذلك الكتاب بعيد لا ريب، ما في ريب.
لكن لما كان يتكلم عن الهداية في سورة الإسراء، إن هذا القرآن يهدي، الهداية قريبة، فجاء بهذا اسم إشارة للقريب، الخطأ بعيد فجاء باسم الإشارة للبعيد، ذلك الكتاب. طيب بده يعظم الجنة، تلك الجنة التي، تلك اسم إشارة للبعيد تعظيما وتفخيما حتى تتعلق قلوب المؤمنين بشيء عظيم ينالونه إن شاء الله تعالى. هنا مثال آخر، أو التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير بما يرد بعده من أجلها، مثل هدى للمتقين، هدى للمتقين، عرف المتقين، بعدين صار في عطف بيان أو صلة الموصول للبيان، من هم المتقون؟ جاء بأوصاف، الذين يؤمنون بالغيب، الذين يقيمون الصلاة، الذين مما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك، والذين هم بالآخرة يوقنون، يعني يوقنون بالآخرة، والتقديم والتأخير هذا موضوع آخر له علاقة في البلاغة، طبعا مشان نفيدكم هون بسموه لأجل رفع الملل حتى ما يكون نفس ذيل الآية، بسموه التغيير حتى لا تحصل السآمة، تنشيط السامع، مناسبة الجرس الموسيقي أو الجرس الصوتي للآيات، كلام كبير جدا ذكرناه في درس التفسير لمن تحضر معنا مجالس التفسير، لما قلنا في بداية سورة البقرة، الذين هم طبعا النتيجة على هدى من ربهم، والذين هم لا شك مفلحون. أحيانا قد يعرف بالاسم الموصول بالموصولية من باب الستر، يعني نقول شوفوا اللي نظفت المسجد اليوم، اللي نظفت القاعة اليوم مش مزبطة الشغل، طب أنا بقدر أذكر اسمها صح؟ ما أنا عارف اسمها، لكن لا تذكر الأسماء يعني من باب الستر، خلاص يعني اللي نظفت ما 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 اشتغلت صح، ممكن تكون معروفة لبعض الحاضرين أو الحاضرات، ولكن ليس بالضرورة أن يشهر بها، فهذا أيضا من البلاغة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما ذكر الله لنا مين، وراودته التي هو، هو معروف لكن هي ما ذكرها الله سبحان الله وجعلها مشار إليها باسم الموصول سترا لاسمها، وقلنا هذا في التفسير، كلما قصد الله التخصيص سمى، وكلما قصد الله التعميم كنا. كنا هنا ليس بمعنى أبو فلان أو أم فلان، لا، كنا معنى الكناية، يعني ستر عمم. أكبر أو أوضح مثال لهذا ستنا مريم عليه السلام، كلما ذكر اسمها خصص المعنى بها، ولما لا يخصص بيكون الحكم عام. طيب أحيانا نأتي بالتعريف من أجل التعميم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذين حضروا الدرس اليوم لهم جائزة، خلص كلهم تعميم، الذين صلوا معنا المغرب اليوم وجمعوا العشاء ما عليهم صلاة عشاء تعميم، الذين نجحوا في الامتحان الماضي معفيون من الامتحان القادم، والذين لم ينجحوا غير معفيين، وهكذا. طيب ممكن يفيد التعريف الاختصار، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فهو عرفهم بالصفة هذه من باب الاختصار. طب ممكن قلنا اللي آذوا موسى هم جماعة من بني إسرائيل أسماءهم كذا عاشوا فترة كذا، لا خلص اختصر بصفة اللي هم آذوا موسى، لأنه بده يعدلنا أسماءهم بنطول، وهذا من إبداع اللغة، من إبداع اللغة. أحيانا يفصل لما يكون الحاجة ماس، مثلا لما يذكر الملائكة ويذكر جبريل وميكال بخصص بعد التعميم أو بعمم بعد التخصيص، يكون في هدف بلاغي تركيز، لأنه كان سيدنا جبريل عليه الاختلاف، اليهود ما بدهم يؤمنوا برسالة جاء بها جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل هو الذي عذب أسلافهم فكرهوه وكرهوا كل ما يأتي به جبريل، هذه حجتهم طبعا.
إذا عرف بالألف لام التعريف بسموه العهد، زي ما قلنا المسجد، المصباح. لما قال المصباح يعني الذي ذكر في الآية، المعهود لديكم، لما قال كمشكاة فيها مصباح، المصباح المعهود الذي ذكرناه في زجاج. وهذا في موضوع المعهود كتير مهم في التفسير، خاصة في القصص القرآني. مثلا فأووا إلى الكهف في سورة الكهف، ما قال لهم فأووا إلى كهف، معناته أنا لازم أفهم إنه هذا الكهف بدام عرف لهم، يعني مش معقول ربنا بده يحكي لهم عن يروحوا على كهف وهذا الكهف غير معهود لديهم، لأنه هم أصلا هاربين من الموت. إذن نستشف من هذا التعريف في هذه الآية أنهم كانوا يعرفون أين الكهف، وكانوا يجتمعون به للعبادة سرا ثم يرجعون إلى بيوتهم. فلما اشتد عليهم الطلب وخشوا على أرواحهم، كان التوجيه الإلهي أفضل مكان أعددته لكم الكهف الذي تعرفون، فأووا إلى الكهف، لم يقل فأووا إلى كهف. المعهود أحيانا قد يكون معهود لمجموعة دون الأخرى، أو قد يكون معهود للجميع، فهذا الكهف معهود لفئة لهم الفتية. مثال آخر، في معهود حسي ومعهود معنوي. المعهود المعنوي بيكون أحيانا معهود حضوري أو معهود مكتسب، يعني الصحابة رأوا حضروا، التابعين اكتسبوا، اللي جلس في الدرس معنا في القاعة حضر، اللي أخبر في البيت هذا أعلم اكتسب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة أي شجرة؟ هل هي أي شجرة؟ هي بالنسبة إن اليوم أي شجرة بتزبط، من ما حضرناش، بس اللي حضر بيعرف أي شجرة. إحنا أي شجرة موجودة كبيرة تضل جلسوا تحتها، فهي لم تكن مقصودة لذاتها بقدر ما كانت مقصودة لوظيفتها في ذلك المقام، في ذلك الزمان، في تلك الحقبة الزمنية. فلو أنا بدي الآن أروح أجلس تحت شجرة، بدي أشوف الصفات وأختار أي شجرة تؤدي الوظيفة، فهي ليست مقصودة لذاتها. هذا يسموه المعهود الحضوري، يعني عرفه من حضر. طيب، إذا في معهود ذهني، في معهود حضوري، في معهود مكتسب، في معهود متخيل. نقول وامرأته، خلاص متخيل إنه هاي العلاقة اللي بينه وبينها، أو زوجه متخيل، معهود متخيل إنه يقاس على شيء في الذهن موجود، مش غيب. الغيب غير متخيل. في درس العقيدة من حضر معنا ومن حضرت معنا، قلنا إن الغيب لا يستدرك عليه بالمحسوس، وإنما لا يأتي علم الغيب إلا من المنقول، من الوحي، ليس للعقل فيه أي دور. استغراق الأفراد، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني كل من هو من هذا الجنس، إلا استثناء من الجنس، إلا الذين. إذا ذكر الاسم مرتين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط، أي الاسم ذكر مرتين، اهدنا الصراط، صراط. الأول كان معرف، اهدنا الصراط. الثاني كان نكرة، صراط الذين. إذن إذا كان الاسم مذكور مرتين، له أربع مراتب، إما أن يكون معرفتين أو نكرتين، أو الأول نكرة والثاني معرفة، أو الأول معرفة والثاني نكرة. خلينا نستمتع بهالموضوع، يمكن نختم فيه. فإن كان معرفتين فالثاني هو الأول على الغالب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني لا جدال أن صراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط المستقيم، ما حدا بناقش في هذا الموضوع. طيب، إذا كانا أو إن كانا نكرتين فالثاني لا شك غير الأول غالبا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. المراد بالضعف الأول يختلف عن المراد بالضعف الثاني، ويختلف عن المراد بالضعف الثالث. فالضعف إذا كان المقصود فيه جوا الرحم يختلف عن الضعف اللي بيكون خارج الرحم، وبيختلف عن الضعف اللي بيكون لما الإنسان يختير. كله ضعف لكن ليس بنفس الصفات ولا الهيئات. وآية فإن مع العسر يسرا مشهورة
وسبحان الله مشتهرة في قول عبد الله بن عباس: لن يغلب عسر يسرين. طيب، إذا كان الأول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو الأول حملا على العهد، وهذا كلام مش دائما قاعدة مضطردة، هذا في على الغالب، لأنه لازم نتذوق النص ونعرف السياق، لازم في إشي اسمه تذوق النص. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة، توقف المراد على القرائن، وهذا بده تذوق عميق. ويوم تقوم الساعة، الساعة معرفة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة ثاني النكرة، ليست هي المقصودة بالساعة التي ذكرت معرفة. واضح إن شاء الله تعالى. أظن الوقت انتهى وقد انتهينا من الباب، ونستودعكم الله، نترك المجال للنقاش في الدقائق المتبقية إن شاء الله تعالى. بسم الله.